الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مقدمة الإمام الحافظ عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني على رسالته في الفقه المالكي، وعادة السلف رحمهم الله إذا ألفوا في الفقه أنهم يبدأونه ببيان العقيدة، يقسمون الفقه إلى الفقه الأكبر وهو فقه العقيدة، والفقه في الفروع وهو الفقه في المعاملات إلى آخر الفروع الفقهية. فكانوا يبدأون مؤلفاتهم بالعقيدة أولا، لأن أركان الإسلام خمسة: الأول شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالركن الأول من أركان الإسلام هو العقيدة، فكانوا يكتبون في هذا، في بيان هذا الركن، كتب العقائد الصحيحة لتفسير الشهادتين، ثم يتبعون ذلك بشرح الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتبع ذلك من المعاملات والآداب. ولكن لما تأخر الزمان فصلوا علم التوحيد على حدة، وجعلوا قسم المعاملات والعبادات والمعاملات جعلوه على حدة، وكانت منه هذه الكتب الموجودة الآن في المذاهب الأربعة. ولكن لم يهملوا جانب التوحيد، وإنما أفردوه بمؤلفات يسمى علوم العقيدة، علوم العقيدة، وما بعدها علوم الفقه في العبادات والمعاملات إلى آخره. هذه طريقتهم، ومن ذلك رسالة ابن أبي زيد هذه، ألفها في فقه الإمام مالك، في مذهب الإمام مالك، ولكنه بدأها بمقدمة في التوحيد. على نمط ما عليه المتقدمون من العلماء، وهذه المقدمة اعتنى بها العلماء شرحا توضيحا وحفظا ونظما لأهميتها وسلامتها من الأخطاء، لأنها ألفت على مذهب السلف الصالح وشرحت بشروح انحرفت في معانيها، لكن الشروح القديمة لها سليمة جدا. وكان عهد الخلفاء الأربعة، عهد الأئمة الأربعة ومن قبلهم، على منهج السلف، الأئمة الأربعة على منهج السلف، تلاميذهم أيضا الذين أخذوا عنهم على مذهب السلف في الاعتقاد وفي العبادة وفي أمور الدين، إلى أن انتهت المئة الرابعة
للهجرة، حينئذ دخل الدخيل على المسلمين، دخل الدخيل على المسلمين، جاءت الصوفية، جاءت القبورية، جاء علم الكلام والمنطق، صار الناس إلا قليلا منهم تأثروا بهذه الأمور، بالصوفية، بالقبورية، بالتشيع، إلى آخره، علم الكلام، حتى الاستدلال تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، ذهبوا إلى الاستدلال بعلم الكلام والمنطق، ويسمونه الأدلة العقلية، يسمونه البراهين العقلية، وأما أدلة الكتاب والسنة يسمونها الأدلة الظنية، عندهم تفيد الظن، أما علم المنطق وعلم الكلام هذا يفيد اليقين، ولذلك سموها بالبراهين العقلية، ويقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، ويقولون إن العقل لا يخطئ بخلاف النقل، فقد يدخل عليه شيء من ضعف السند أو إلى والرواة إلى آخره، يشككون فيها، وبنوا عقائدهم على هذا، على علم الكلام. دخل هذا على أتباع المذاهب الأربعة أيضا، فتجد الشافعي مثلا، شافعي في الفقه لكنه عقلي في العقيدة، على خلاف مذهب الشافعي، حتى يقول قائلهم الشافعي مذهبا، النقشبندي معتقدا، والنقشبندي هذا من مشايخ الطرق، هو صوفي، وانتشر هذا فيهم، خالفوا عقائد أئمتهم وأخذوا عقائد المتأخرين، فصاروا مشكلين مثل الخنثى المشكل الذي لا يدرى هل هو ذكر ولا أنثى. هذه آفة دخلت على المسلمين. بنيت المشاهد على القبور، تركت المساجد وتعلقت القلوب بالمشاهد إلا من شاء الله. لما استولى الفاطميون الشيعة الباطنية، شيعة باطنية، الفاطميون من الشيعة الباطنية، لما استولوا على مصر، على غالب البلاد الإسلامية، بنوا القباب على القبور، شيدوها، وبنوا المساجد على القبور، فتغيرت العقيدة، وصار الإسلام اسماً لا حقيقة إلا من رحم الله. ولكن الله قيض أئمة من المجددين، قيض الله أئمة من المجددين يدعون إلى مذهب السلف، ويبينون ما في مذاهب الخلف من النقص والمخالفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحدثين معروفين، هؤلاء مجددون، لأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الحمد لله، هذا من فضل الله وإحسانه، لكن غلبت الانحرافات، غلبت على العالم الإسلامي إلا من رحم الله عز وجل. ومن ذلك في العقيدة، عقيدة تركوا عقيدة السلف وأخذوا عقيدة الخلف المبنية على علم المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام، أخذوها وبنوا عليها عقائدهم ومؤلفاتهم التي يدرسونها ويدرسونها. فهذه المقدمة، هذه من النمط الأول الذي هو على مذهب السلف، لأن المؤلف متقدم في القرن الرابع، المؤلف ابن أبي زيد متقدم في العصر، في
في المئة الرابعة، وكان على عقيدة السلف التي درسها على مشائخه، وتبحر في مذهب الإمام مالك حتى صار مرجعا فيه، يسمى مالك الصغير. مالك الصغير يعني يشبه الإمام مالك في إتقانه للمذهب والعقيدة، وهو محل ثقة الناس. ومن مؤلفاته هذه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد، ومقدمتها التي معنا الآن. فهذه المقدمة ثمينة جدا، وسبب تأليفها مع الرسالة أن مدرسه، كان فيه مدرس للقرآن يلقن الطلاب الصغار، يلقنهم القرآن ويحفظهم إياه، ومنهم ابن أبي زيد، هذا من تلاميذ هذا المقري. فطلب منه معلمه أن يؤلف رسالة في فقه الإمام مالك تكون بأيدي الطلاب الذين يدرسهم ويحفظهم إياها. فكتب هذه الرسالة استجابة لطلب معلمه، فهذه الرسالة طارت بأيدي الناس وفرحوا بها وانتشرت، وصارت تدرس في المساجد، تدرس للطلبة غير حفظة القرآن، وهذا ببركة تحقيق وصلاح النية. ليست العبرة بضخامة المؤلف أو كثرة المجلدات، إنما العبرة بالعلم الصحيح والإخلاص لله عز وجل. ولو كان هذا مختصرا، هذه الرسالة لا تعد ورقات، ومع هذا نالت هذه الشهرة العظيمة، وهي لا تعد ورقات قليلة. وهكذا العالم المحقق، يجعل الله البركة في علمه وفي مؤلفاته، ولو كانت صغيرة ولو كانت قليلة.